فراج للناس اللي بغتنا هذا من فراج اللي عاش في حياتنا هذا مساج للناس اللي هذه فرصة باش نشكر سي فوزي مهما يكون اللي اعطى من عنده وقدم معناها بالنسبة اللي نحن نعرفه انه ما بخلش بقى التوفيق اسكو معناها وصلنا له ولا هذيك حاجة أخرى مي الراجل خدم وكان معنا على وتر معناها فما ديتيتر اللي هزيناه ونحب ولا نكره هزينا بطولة هزينا بطولة عربية حتى عماد مشكور زاد كيف كيف عماد معناها خونا وصاحبنا وزميلنا ربي يوفقه ساعة في مسيرته ربي يوفقه سي فوزي تقعد ديما ذكريات كبيرة وطيبة وباهية معناها تعشنا بالخير هذا مكتوب وكو جاي تو ماتش واحد ومن بعد باش ترجع تريف تقريبا شهر يظهر الترجي معين تحس في روحك كابابل باش تكون معناها معين تكمل بالليفكتيف هذا لأنه بصراحة ما خيط ما فما موجود في تونس شقول لك هيثم أنا ساعة 15 سنة في الترجي 7 سنين في الليجون 8 سنين سنيور كم 5 سنين كابيتان من اللي عمري معناها 23 في آخر 2004 لعبت لبرا لعبت في تونس لعبت في حمل انف كانت لي فرصه معناها باش خديت حمل انف مالغري لي مويان ما كانوش كبار مالغري معناها ما فماش اسامي كبار بريسك دي جور نتاع الاسبوار وعملنا كمان حاجه لهنا انا في دارنا صدقني ما نشعرش اللي عندي بوست معين انا ديما من اي بوست في الترجي معناها نعمل جهدي باش نحاول نقدم الاضافه مسؤوليه بطبيعه معناها الترجي الرياضي التونسي نادي كبير وصحيح سبري فما بريسيون ما اني كابابل فما حتى شيء صعيب باذن الله لاباس دونك هذول كما شاهدنا الصور القطيعه بين فوزي البنصرتي وعماد بن يونس المدرب المساعد مع الترجي التونسي وشفنا اليوم البارح في حصه التمرين تاع البارح معين الشعباني هو اللي كان حاضر واليوم كيف معين الشعباني ومجدي التراوي ويظهر لي باش يكمل معين الشعباني حتى في مباراه يوم الاربعاء تاع عبد الباقي ضد بنين هوني في تونس ومن بعد في انتظار كونه سيد حمدي المد والهيئه المديره للترجي تجتمع وتشوف شكون معناتها اقرب لتولي منصب مدير الترجي التونسي ولو انه فما برشا كلام كونه يقعد معين الشعباني يكمل معناها على الاقل حتى الفتره هذه لانه فما زوج مباريات فقط بعد في كاس في تصفيات رابطة الابطال ومن بعد يشوف اذا كان فما مدرب او لا لانه تو ما فماش مدربين معناها على الساحة موجودين ولو أنه فما كلام برشا على وليد الرقراقي مدرب الفتح الرباطي قبل اللي كانت عبد الترجي التونسي فما أيضا كلام آخر لكن كلهم المدربين كلهم مرتبطين والله هو الترجي معناها تسكر برشا على لي زانفورماسيون أنت تعرف هذا معناها فريمون يخدموا معناها في جو برشا احتياط وبرشا معناها رد بالك تخرج الخبر وبعد يفاجئوك بحاجه اخرى. بون الترجي تعرض للوضعيات هذه في اكثر من مره عرف كيفاش يخرج منها جاب الناس المناسبين معناها حطهم في بلاصتهم تجاوز المراحل الصعيبه نتاعو فوزي البنزرتي الوضع وصل الى اقصاه معناها ما عادش ثم كورونا كنا لمحنا في حصه الفارق الجمهور بو احسن حاجه عملها فوزي معناها ما يعني هذا ما يقلل حتى شيء من قيمته هو وما يمسش زاده من رغبه جمهور الترجي في انه حب يغير فهمت يجم فوزي نهار اخر يرجع مطرش عليها مشى وتخلوا خرج من الترجي تو اربع مرات فوزي فوزي المنزرتي ننتظروا بو الاسماء كما قال برشا معين مرشح ثم برشا ناس تحب على معين ذكر الرقراقي اللي بيرسونيلمون ما نتصورش انه خير من برشا توانسه موجودين ثم اسماء اخرى مطروحه بون ثم ناس حكيت على شهاب الليلي اور شهاب الليلي يمر بتجربه ناجحه جدا في الاردن ومازال كربح الفيصلي وترشح النهائي كاس العرش معنا في الاردن واموره ماشي ثم ناس تحكي على الكوكي ثم هلا خالد على زي منظر الكبير منظر الكبير هو باعتباره المدير الفني يقول موجود في البروش موجود في البارك هو يقف مع معين ننتظروا واش باش تقرر هيئه الترجي هذه